حلقة جديدة من مطبخ آسيا، وكل سنة وانتم طيبين. تاني يوم من العيد، امبارح عملنا حلقة خاصة بالأسماك، النهاردة برضو هنعمل شوية حاجات جديدة تمشي مع العيد وعزايم العيد. هنعمل يعني العيد عامة لازم نحط فيه السلطة بعد رمضان كله، والسلطة دي حاجة أساسية. النهاردة هنعمل سلطة ملكية بتتقدم بطريقة جديدة وحلوة ومبتكرة وهتعجبكوا قوي. وهنعمل كمان صينية سمك في الفرن، بس سمك السلمون أو سمك التونة أو أي نوع سمك، بس هنشوف طريقتها بتتعمل إزاي في الفرن. وهنعمل كمان رز الفراخ، حاجة جميلة جدا يعني هتعجبكم الوصفة بتاعته قوي. فنبتدي نشتغل في السلطة. أنا عندي هنا بطاطس بوري أو بطاطس مسلوقة مهروسة، وهبتدي أضيف لها شوية حاجات تديها الطعم. أول حاجة هحطها لها حوالي معلقتين لثلاث معالق كبار من المايونيز اللي بنكهة التوم، ده اللي بيتباع جاهز وممكن تعملوه في البيت، بس أنا بحب أشتريه جاهز. وعندي هنا ملح وفلفل، عارفين البطاطس بتحتاج شوية نكهات بسيطة يعني عشان تظهرها زي جوز الطيب الملح والفلفل، بس احنا جوز الطيب طالما مش هتخش على النار والبطاطس مش هتعدي على النار مش هنستخدمها. فهاخد البطاطس دي اعجنها كويس قوي مع المكونات دي بالشكل ده عشان اضمن انه القوام بتاعها يبقى سهل عليا لما اجي اشتغل بيها. هتشوفوا انا هعمل ايه بالبطاطس دي. وللسلطة دي هحتاج شوية مكونات تانية، اهمها الرز المسلوق، ومش اي رز، حاولوا تستخدموا الرز طويل الحبه. طبعا ممكن تستخدموا الرز المصري، بس طويل الحبه ده مخصص للسلطات، يعني حاجه بتبقى شكلها جميل غير الرز المصري، بس برضو ما يمنعش. فحاولوا تجيبوا شويه رز كده مسلوقين موجودين عندكم من امبارح او من اي يوم تاني. وزي ما قلت السلطه دي ممكن تخلصنا من بواقي الحاجه. بعد ما اعجن البطاطس كويس قوي هحتاج كمان بسله مسلوقه. الخضار حسب ما انتم عايزين، يعني ممكن نستخدم بسله مسلوقه، ممكن جزر مسلوق، ممكن شويه فلفل مشوي احمر، ممكن ما يكونش حتى مشوي، ممكن نستخدم الاخضر العادي، ممكن نستخدم شويه فلفل اخضر، ممكن طماطم مفرومه. الرز قابل ان هو يتخلط مع حاجات كتيره قوي، ما فيش اي مشاكل منه. فزي ما قلت انا هوري الفكره، وانت ليكي حريه الاختيار ان انت تختاري المكون اللي تحبيه. ممكن تدخلي نوع من انواع البروتين زي التونه، السلطه دي بتمشي كويس قوي مع التونه. عندي هنا الرز المسلوق بمكونات موجوده في البيت، ممكن تعملي اللي ما يتعمل. يعني السلطه دي معروف ان هي نوع من انواع المقبلات اللذيذه جدا، فكل ما كانت مليئة بالألوان وكل ما كان فيها تفانين أكتر كل ما كانت أحلى، خصوصا إن إحنا الدنيا عيد فالتفانين دي مطلوبة قوي. عندي هنا جزر وبسلة وشوية من الفلفل الأحمر مفروم، ممكن أحط عليهم شوية بقدونس كمان. كل ما كانت الألوان جميلة كل ما كان أحلى. مش هحط للخلطة دي مايونيز، انا هحط لها ملح وفلفل، وهحط لها زيت زيتون وشوية خل. يعني هبعد عن المايونيز لان استخدمتها في البطاطس، وانا كنت مجبرة استخدمها في البطاطس لانه عايزة البطاطس تديني قوام غني شوية. كان ممكن لو مثلا هستخدمها في اكل يعني في طبيخ كان ممكن استخدم الزبدة الدايبة، بس انا حبيت استخدم المايونيز اكتر. شوية خل، هستخدم شوية زيت زيتون، حوالي معلقة كبيرة لمعلقتين كبار بس بالكتير. الدنيا ابتدت تجيب ألوانتها، العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين. هاخد بقى كل المكونات دي واخلطها مع بعض بالراحة من غير ما اهرس أي حاجة. وزي ما قلت ممكن نزود تونة، ممكن بيض مبشور مسلوق، كلها مكونات ممكن تدخل. ممكن نحط السلامي مقطع مكعبات، ممكن بسطرمة، ممكن لانشون، كلها اقتراحات تمشي مع الحشوة دي. هسيب بقى الخلطة دي هنا على جنب، نبتدي نشتغل بقى في تفانين السلطة. هجيب اي طبق تقديم ومعاه فورمة، مش ضروري تبقى عندكم الفورمة زي الشكل ده،
ممكن فورمه على شكل ورده. ما عندكيش فورمه خالص ممكن تستخدمي قالب تشيز كيك، شيلي القاعده وحطيه واعمليها على شكل دائري كده وتطلع زي التورته دي، اضعف الايمان. بس طبعا كل ما اتفننتي كل ما بقى احسن واحسن. هبتدي اشتغل دلوقتي طريقه تقديم للسلطه، ودي اللي احنا يعني بطله الحلقه. هاخد بالشكل ده البطاطس، ابطنها هنا اهو، واحنا ماشيين بالراحه بنحرك الطبق بنحرك الطبق، ما بنحركش الفورمه. حاولوا تخلوا الطبق هو اللي يتحرك معاكم. احلى حاجه هي لمه العيد، لمه العيد دي حاجه مميزه جدا. فانا شخصيا لما كنت صغيره كنت مسؤوله السلطات في العيد، مسؤوله السلطات والقطايف، يعني رمضان كله انا اعمل في القطايف ويوم العيد اعمل السلطه. فيوم ما اتجوزت كلموني في التليفون بيقولوا لي العيد ملي غيرك ملوش طعم مفيش سلطه. فكنت السلطه دي اقعد اعمل سلطه كبيره كده تكفي قبيله. فاعمل اول طبقه كده وهبتدي بقى املي الجناب، بس الجناب هرفعهم على قد ما اقدر، داير ما يدور. بالشكل ده، وزي ما قلت ما نحركش ابدا الفورمة، نحرك الطبق نفسه هو اللي يدور معانا. اهو، وفي الاخر هنعمل الفينيسيون بتاعنا وهنشيل اي زيادات، يعني البطاطس بنتحكم فيها زي ما احنا عايزين. ما تقلقوش ابدا وانتوا بتشتغلوا، زي ما قلت مش ضروري تكون عندنا الفورمة دي، ممكن نستخدم اضعف ايمان اللي هو قالب تشيز كيك اللي بقى موجود في كل بيت اللي هو المتحرك ده، وتبقى حتى على شكل تورتة هيبقى شكلها جميل قوي. المهم بالمبدأ، يعني مبدأ ان السلطة تكون محشية في حاجة، دي يعني ده الفكرة من السلطة دي. طريقة انيقة كده تزين السفرة اهو. هجيب بقى دلوقتي الرز واحطه بالشكل ده، اظن كده ابتدت الفكرة تبان اهو، وانا بضغط كويس قوي. سميها سلطة ملكية او سلطة المفاجآت، الاسامي دي على فكرة احنا اللي بنسميها، يعني انا بقعد مع نفسي كده واقعد اخترع وابتدع. لو عملت الوصفة في مول جنينة اسميها جنينة، اي حاجة حسب المكان حسب الاحداث حسب الاشخاص، يعني ما تفتكروش ان هي اسمها كده الا طبعا لو في حاجة تراثية. هاخد تاني البطاطس وابتدي اقفل، واستعين بقى بالحاجات اللي خرجت من الجنب تساعدني على الموضوع ده بالراحة. لو في اطفال كمان ممكن يساعدونا. ممكن السلطة دي تتعمل من بالليل، مش ضروري نخليها ليوم العزومة او ليوم العيد، ممكن نعملها من بالليل ونحطها في التلاجة. كل ما مسكت نفسها في التلاجة كل ما طالع القالب شكله حلو قوي اهو. انا نسيت اقول انه قالب التشيز كيك او قالب زي ده بياخد 6 حبات بطاطس مفرومة، والحشو مش ضروري تكوني عاملة، يعني انا حتى عملت حشو كتير، هي ممكن تاخد حشو قليل قوي، بس طبعا نحاول ان احنا ندي كل حاجة حقها. والمكونات كلها بالتفاصيل والوصفة كلها بالخطوات هتلاقوها على موقع قناة ست البيت او على صفحة البرنامج على الفيسبوك. كده تمام قوي. اللي هيحصل ان احنا ممكن نبتدي نفنش بقى الدنيا دي. خلوني اجيب منديل. كل حاجة زي ما قلت ليها علاج، ما تقلقوش، زي ما قلت حركنا الطبق ما حركناش الفورمة، وده ساعدنا ان احنا ندي الشكل الجميل قوي للسلطة بتاعتنا.
انا معاكم ان السلطة دي بتتاكل في 5 دقايق، ومش ضروري قوي ان احنا نركز قوي في موضوع تزيينها، بس زي ما انتوا عارفين العزايم حاجة مختلفة تمام. لما بيبقى عندك حاجة على السفرة شكلها انيق برضو بتلعب دور كبير. ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ هاخد المايونيز ده ووزعه بالشكل ده على الوش. لو مش عايزين الموضوع يبقى تقيل شوية، في ناس ما بتحبش المايونيز، ممكن نستخدم الجبنة الكريمي، الكوبايات الجبنة بتاعت الدهن دي صالحة للدهن، دي برضو ممكن تعمل معانا نفس الموضوع، هتبقى خفيفة كمان وصحية اكتر من المايونيز. بس يلا الدنيا عيد، مش عيب لو لخبطنا بجملة ما لخبطنا في رمضان اهو. ما خلصتش الموضوع على كده، لسه في حاجة أخيرة. كفاية كده، هحصل هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كيس الحلواني، بس خلوني أفضي الدنيا شوية عشان خاطر أعرف أشتغل. السنباطي منشن على السلطة دي. هاخد بقى شوية كاتشب عندي هنا، هنزل بيه في الكيس بالشكل ده. قبل ما افتح الكيس هحتاج خلة سيدان جنبي او سكينة، ممكن سكينة تساعدني بسرعة عشان الوقت، و هجيب المقص. ماشي يا رايحة جاية في المطبخ. هاخد بقى بالشكل ده الكاتشب، وهاخد السكينة وهحاول اعمل زي الرخام على الوش اهو، نوع من انواع التزيين لا اكتر ولا اقل. ممكن اضيف للحتت اللي لسه فاضية اهو، ونعيد تاني نفس العملية. اهو الحكاية خلصت على كده؟ لا لسه ما خلصتش. ايه اللي فاضل؟ فاضل ان انا اعمل كونتور او محيط كده للسلطة يديها شكل حلو. المحيط ده هحتاج شوية خس، زي ما قلت كل دي مجرد افكار، يعني انتي تصرفي حسب ما عندك. ده خلصنا منه. هحتاج بقى الخس ان انا افرمه ناعم شرايح كده طويلة، شفتي بقى عزايم العيد بيبقى شكلها لطيف ازاي بأبسط الحاجات وبالحاجات اللي انتي بتستخدميها في السلطة بتاعتك. الجزر بنستخدمه، الطماطم موجودة، الفلفل موجود الحمد لله، البسلة موجودة، الخس موجود، الرز موجود في كل بيت مصري وبيت عربي، والبطاطس كمان. فنفس الحاجات، ما جبناش اي حاجة مكلفة من بره. هاخد دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الفورمة بتاعتي تخرج بالراحة، زي ما قلت كل ما ريحنا السلطة اكتر في التلاجة كل ما مسكت نفسها، بس حتى دلوقتي ان شاء الله هتبقى زي الفل اهو. هاخد الخس احطه هنا من الجناب حوالين السلطة بتاعتي، نوع من انواع الفخامة للسلطة، والطبيعة فيها كل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى مدينا الالوان دي من عنده جاهزة، مش محتاجة تلوين صناعي. اهو زي ما قلت ممكن تقدميها كده على مراية، ممكن لو ما فيش المراية دي يا حبايبي ما نتوقفش على الموضوع ده،
ممكن خشبة أو قطعة اللي احنا بنعملها، ده نوع من أنواع التقديم كمان بالحلو. قطعة بتاعت المطبخ الخشب، ممكن صينية تتقلب، أي حاجة، ممكن طبق كبير، أي حاجة عندك. ناخد بقى الطماطم الشيري أو الكرزية، لو ما فيش الكرزية كمان ممكن ناخد شرايح طماطم بكل بساطة عادية جدا، ونوزعها هنا. حابين نزود اكتر، بس انا ما بحبش الزحمه في السلطات. عايزين تتفننوا كمان ممكن تعملوا الخله بتاعه السنان دي، تحط فيها مكعبات من الجبنه، طماطم، زيتون، كل ما يعني كل ما عملتوا الحاجات دي حلو، بس دايما نحاول نحافظ على البساطه. البساطه في الحاجه مهمه قوي اهي. ممكن شويه حاجه خضره بس فوق، بس كده. دي السلطة بتاعتي النهاردة، سلطة ملكية بكل المكونات اللي موجودة في البيت، هي بس الكلمة اسمها ملكية، بس المكونات موجودة في كل تلاجة. هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل نكمل باقي الوصفات.